يقترب، ولكن العودة مع المليون ونصف المليون لا مستغرب هذا الإنجاز. واختطاف الشلفة على هذا الشعار ليس بغريب، اختطاف الشلفة على هذا الشعار الذي اقتحم عالم الأصايل في هذا الموسم. يا سلام الفلاسي 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 بالناجي 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 مع المركز الثاني مع المركز الأول، وتصل في هذه اللحظات دروع حمد بن عبد الله الفهيدة. الشلفة تحتار، يا سلام سيوف سيوف البطل البطل بن جبران بن جبران بن جبران، ولع النيران في ميدان الشحانية. سلالة سياف تمسي الشلفة في الشحانية، تمسي في الشحانية، تمسي في الشحانية. الشلفة 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 في ميدان الشحانية مع سيوف بن جبران. سلام بن جبران، سلام سلام. روح الى الناموس، روح الى الناموس المهندي المهندي مع المركز الاول. الله، ها هو فهد بن علي المهندي يقول يا مرحبا من مطلع الشمس للحين، يا اجمل حدث مر الحكي ما حكيته، ما كنا كل شيء غايب من سنين، وعقب السنين اللي مضت لي لقيته، لقى الخنجر، هذا الخنجر المهندي. راح الخنجر الى الوالد علي بن سند المهندي بناموس ولا اروع. حيو 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 المهندي، حيو يا اخواني. خذ الخنجر نكو، تاريخ الجهني تاريخ الجهني. سليمان 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 بن رواشد بن سلامة بن سليمان الجهني الجهني، ابناء المملكة ابناء المملكة، ولكن ابناء الامارات العربية المتحدة. انطلقوا مع الشلفة مع الشلفة. ملوح 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 محمد بن خميس بن علي البطيني ينتزع الشلفة الشلفة مع كلب طيب. تاريخ تاريخ مع المركز الثاني، ولكن ملوح ملوح. سلام الى ابناء الامارات العربية المتحدة مع ملوح. الشلفة تغادر تغادر الى ابناء الامارات. سلي المقاطي مع شاهين على المركز الثالث، رابعا هنا شاهين فرج بن محمد بن حمد اللقاح المري، وخامسا وصل الحذر منصور بن صبيح بن محمد الوهيبي. ولكن نعود، تحرك الغزال تحرك الغزال، ترشيح مبارك الشوارع يتقدم مع بن قناص يختنس الخنجر الفضي والمليون ريال. غطني معك يا بن قناص. الغزال الغزال غزال بأداء ولا أروع، روح الغزال بهذا الناموس وهذا الانتصار. الخنجر الفضي معك يا بن قناص، تهانينا والناموس لعمير الحزمي بن قناص العامري على فوز الغزال وتحقيقه للإنجاز. تهانينا والف مبروك. اسماء، ولكن الصراع صراع المقدمة. شوفوا اللي قادم، التماس محمد بن سالم بن محمد بن قطامي بن قطامي قادم على المركز الثالث. الله يا مسرف يا مسرف يا بن قطامي. ولكن نعود الى المقدمة، الى رهان 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 ابناء الدوحة ابناء الدوحة. رهان رهان وراهنت رهان، ولكن 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 التماس التماس بن قطامي بن قطامي سعيد بن سالم بن قطامي. الله يا سلام، الشلفة شلفة الانتاج شلفة الانتاج مع المليون ونصف. ورهان رهان راهنت رهان راهت رهان هنا في هذه اللحظات عليها الرقم واحد وهي المرشحة الأولى. وعشرة
ولكن الحضور من قبل كفو أحمد بن محمد العويسي وكذلك بن رشيد أمتار الشدة يا بن رشيد، أمتار الخطر يا بن رشيد، ولكن العويسي أبناء السلطنة طاروا بالخنجر مع العويسي. السلام كفو يا أحمد يا محمد يا العويسي، كفو مع الأمتار الأخيرة. سلام السلطنة، سلام يا العويسي، سلام. تهانينا والف مبروك. أبناء السلطنة حضروا في هذا المكان. على المركز الأول بهذه اللحظات، لكن البداية أمجاد وشواقة. الله صنف خادمة أمجاد شواقة أمجاد اللحظات الحاسمة. شوف اللي وصلت بهذه اللحظات، تقدمت الظبي أو هذه طيبة قادمة بشعار الزرعي، علي بن سعيد بن سالم الزرعي قادم شعار الزرعي في الرمق الأخير، يختطف لقب هذا الشوط، لكن الصحاق شعاره ما زال صامت. الله أبناء السلطنة عمانية سلام إلى أبناء عمان مع هذه اللحظات، لكن أبناء الشحانية أبناء السلطنة ذهبوا بالسلام. تحدي الجميل ويغير إلى مقدمة الشوط. المركز الثالث مشاهدين الكرام، نتابع التقدم والاندفاع الجميل هنا من خلال تقدم مرحب محمد بن عبيد بن راشد الفيدة، ولكن وصلكم علو ليقدم تحدياته باحثا عن نقطة أخرى مع متوكل في هذا الانطلاق، ولكن العودة للصدارة. الله يا شايش حاضر في هذا المساء وفي هذا الشوط بتحديات هذا الشعار الكبير، شعار بن مقارح. سلام يا شاي السلام، حضر حضور الكبار وسجل هذا الناموس الذهبي في هذا المهرجان الغالي. تهانينا على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار، تهانينا لعلي بن حمد بن راشد بن مقارح على فوز شايش وانتزاعه ناموس هذا الشوط. انطلقت الشامخة فاران بن عتيق بن محمد آل بريد، انطلق مع الانتصار مع الفوز البراحة ثانيا بشعار العطية عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية، هناك مع ثالث الأسماء احتلال، ولكن وصلت القادمة هنا، ولكن أعود مع البداية والانطلاق الأول. هناك الشامخة فاران بن عتيق بن محمد آل بريد المري يقدم لنا الشامخة، واسعد الله مساك يا ابو عتيق على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. الشامخة مع الفوز مع الانتصار، تهانينا والناموس لفاران بن عتيق بن محمد آل بريد على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثاني هنا مع الصدارة سالم بن عنزان بن خاتم النعيمي، ولكن بالضعيف من الجانب الآخر، وأيضا المنخص قادم بدأ يطير بناموس هذا الشوط مع الرامي محمد بن كردي بن طالب المنخص المري. الله يا سلام، الرامي مع الأمتار الأخيرة يحقق الناموس والانتصار في هذا المساء، يخطف ناموس الشوط الرئيسي للقعدان العمانيات محققا هذا الناموس. سلام للمنخص، سلام، تهانينا والناموس لمحمد بن كردي بن طالب آل منخص المري على اختطاف الرامي ناموس هذا الشوط. سلام للرامي، سلام على هذا الفوز والانتصار. تهانينا لمحمد بن كردي بن طالب آل منخص المري على فوز الرامي بناموس هذا الشوط. المري
بينما خامس المراكز وصل بن عنزان الآن على خامس المراكز، ولكن البداية مع تكرار 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 على الانطلاق الأول يقدم لنا هذه البطلة المتميزة التي انطلقت على البداية السيارة مع تكرار وبهذا الأداء الرائع بالانطلاقة المتميزة والجميلة. هذا هو بن نشير يقدم لنا هذه البطلة، يأتي مع هذه الانطلاقة الجميلة والرائعة مع اللحظات الأخيرة والنهاية تقدم لنا هذه البطلة الجميلة تكرار علي بن راشد بن عبد الهادي بن نشير. انطلق في هذه اللحظات شعار المستشار وصيف الرمز، ولكن تابعوا من حضر في هذه الأثناء. انطلق في هذه اللحظات وحضر شعار بن فهيد لينطلق في هذه اللحظات بشاهين فهيد بن حمد بن صالح بن فهيد. عاد بهذا البطل بهذه الانطلاقة الكبيرة ليحقق هذا الفوز وهذا الانتصار، بينما صياد ينطلق في هذه اللحظات ما بين شاهين ما بين صياد، اللحظات الكبيرة. الله يا هذا الحضور من قبل صياد محمد بن سالمين العامري يحقق السيارة. سلام على هذا الفوز وإلى أهالي العين السلام، والسيارة مع صياد محمد بن سالمين بن مبارك العامري. بابا ما شاء الله عليها ما شاء الله حواليها. هذه الانطلاقة قمة الحضرك وسم سعيد بن بطي الحسنة المري، ولكن قمة اي لحظات مجنونة. بابا راحوا ابناء السلطنة ابناء عمان ينطلقون. روح يلغوش روح مع هذا الاداء المميز. قمة خميس بن سعيد الزرعي سلام يلغوشيري سلام على هذا الأداء المميز وهذا الشكل الصغير، ولكن الأداء والله كبير الزرعي. سلام يلغوشيري سلام، تهاني ربي مبروك من القمة. خميس بن سعيد الزرعي المركز الثاني. عتيق بن فاران بن عتيق البريد المري، ولكن بن صفوة مع الفصير مع الامتار الاخير والخطير. الله يا سلام، طار مصوم مع الامتار الاخير مع الامتار المجنونة مشاهدين الكرام، ولكن القدوم بن رويشد ابناء المملكة العربية السعودية يحضرون في هذا المساء من خلال تقدم الصداوي. اهالي ينبع بالفعل. سلام بن رويشد على هذا الأداء المميز والكبير. هنا يحضر الصداوي بشعار سليمان بن سلامة بن رويشد الجهني، أسعد الله مساك. سلام لأهالي المملكة، سلام لأهالي ينبع على هذا الفوز والانتصار. تهانينا والناموس لسليمان بن رويشد الجهني على هذا الفوز والانتصار. بينما الأولى بهذه الانطلاقة، ثانيا وصلت شواهين حمد بن محمد بن ماجد البريص على المستوى الثاني، وثالثا بن جبران، ولكن خلاص قفل على أمور الشوط الرمزاني. انطلق بهذه البطلة المتميزة راعية عوايد وإنجازات، راعية بطولات، ناصية شبيب بن عراق بن عمير الرمزاني النعيمي. مساء الخير يا بن عرار على هذا الفوز المتميز على الانتصار الثمين. السيارة تذهب إلى ناصية معلنة للانتصار المتميز والجميل. ثاني المراكز على
بيته المري في هذه اللحظات ينطلق على البداية، ولكن نوف القادم الزبداني حضر في هذه اللحظات، سالم بن بيت بن براك الزبداني ووصلت الرماسة محمد بن سالم الشنجل المري الحاضر مع الرماسة. اي صراع يا انطلقت في هذه اللحظات مسايير منصور بن سيف المنصوري انطلق في هذه اللحظات الرماسة محمد بن سالم الشنجل المري اللحظات الاخيرة. سلام لمالك مسايير منصور بن سيف المنصوري.